السلام عليكم وأهلا بكم. نفذ على مصر حلقة جديدة وفيها اتصالات سعودية تعيد عنان لبورصة المرشحين لمنافسة السيسي. كشفت مصادر مصرية مقربة من الفريق المصري سامي عنان إن دوائر سعودية بارزة جددت اتصالاتها به أخيرا على وقع الخلاف المصري السعودي الأخير، مع العلم إن عنان كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ونائبا لرئيس المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية التي عقبت ثورة 25 يناير. وكان عنان قد أبدى استعداده لخوض انتخابات الرئاسة المصرية السابقة في عام 2014 قبل أن يعلن انسحابه بعد ضغوط مورست عليه للتراجع لصالح عبد الفتاح السيسي، ومن جانب أجهزة في الدولة ومن جانب المشير حسين طنطاوي. وأوضحت المصادر التي تحدثت مع صحيفة العرب الجديد إن دوائر سعودية بدأت التحرك لدعم مرشح رئاسي مصري قبل انتخابات عام 2018، حيث تنتهي ولاية عبد الفتاح السيسي الأولى، مؤكدة إن الأمر يأتي في إطار الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية في أعقاب تصويت مصر بمجلس الأمن على قرار روسي يتعارض مع الموقف السعودي. وأوضحت مصادر بالجماعة الإسلامية كانت قد تواصلت مع عنان عندما أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الماضية عدم معارضتها ترشيح الرجل. نناقش هذه القضية وأبعدها بعد تقرير الزميل محمود شعبان. ثمة اتصالات تجريها الرياض وفقا لتسريبات صحفية طيلة الفترة الماضية مع الجنرال المتقاعد سامي عنان، والذي كان له دور كبير في فترة الحكم العسكري ابان ثورة يناير من أجل التجهيز لاستبداله بعبد الفتاح السيسي. لا ريب في دور الرياض المحوري في إخراج المشهد الرئاسي في القاهرة، وهي التي دعمت الجيش المصري بقوة المال تارة وبالتقاعس عن دعم الرئيس محمد مرسي تارة أخرى، وذلك للانقلاب عليه، وقد كان لها ما أرادت. ومع دخول عبد الفتاح السيسي المشهد السياسي عقب الانقلاب العسكري، كانت الرياض العاصمة العربية الوحيدة التي ما إن انتهى اجتماع المجلس العسكري وقراره بترشيح عبد الفتاح السيسي للسلطة، وقد عرفت بالخبر حتى قبل أن يعرفه الشارع المصري، والذي كان ساعتها يتردد في جنباته قسم السيسي المتكرر بزوده في السلطة. اليوم وبعد حالة الخذلان المتعمدة من جانب السيسي لحليفته القوية السعودية ووقوفه بجوار روسيا تارة وتواصله مع العدو اللدود للرياض إيران، تسعى السعودية جاهدة لاستبداله بجنرال عسكري آخر أقل وطأة منه. ومع تفاقم الوضع السياسي في مصر وعجز سلطة السيسي عن مجاراة تداعيات انهيار الجنيه المصري، كثر الحديث داخليا وإقليميا عن ضرورة إجلاء السيسي من المشهد الرئاسي في مصر تماما. في المقابل ومع تعالي أصوات التظاهرات ضد السلطة، ينبري السيسي باستخدام سلاح التهديد بنزول الجيش من أجل قذف الخوف في قلوب مناوئيه، وأن مصيرهم كمصير نظرائهم من الإخوان في الماضي القريب. الجدير بالذكر أننا تواصلنا فريق عمل البرنامج مع الفريق سامي عنان صباح اليوم بعد نشر هذا التقرير، ورفض الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق التعليق على مثل هذه التقارير. دعوني أرحب بضيفي معي عبر الأقمار الصناعية من الدوحة الكاتب الصحفي المصري عبد الحميد قطب. أهلا بك معنا سيد عبد الحميد. أهلا بحضرتك يا دكتور. نعم، ماذا يمثل لك إعادة نشر مثل هذه الأخبار أن هناك وساطة سعودية مع الفريق سامي عنان من أجل الدفع به كمرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2018؟ هو طبعا يمثل بكل تأكيد ما قلته سابقا في لقائي معك في الاستوديو، بأن هناك أصبحت حالة قطيعة ما بين المملكة العربية السعودية ونظام السيسي تحديدا، وهذا الخبر إن تأكد صحته فهو بالتأكيد يؤكد ما قلته سابقا أن هناك قطيعة ما بين المملكة العربية السعودية والسيسي، فلا يمكن أبدا أن تفكر المملكة العربية السعودية في بديل لعبد الفتاح السيسي إلا بوجود خلافات كبيرة جدا بينهما وتصل إلى حد القطيعة كما قلت سابقا،
وبالتالي هي تبحث عن بديل. لو ما كانش في أي خلافات بينهم فما الذي يجعل السعودية تبحث عن بديل له؟ فبالتالي فهو بالتأكيد هناك خلافات كبيرة وعميقة قد تكون استراتيجية بين السعودية وعبد الفتاح السيسي شخصيا، وليس بين السعودية والجيش أو مؤسسات الرئاسة. ما يمثل الخبر يعني هو تأكيد لما قلته عن وجود خلافات بين الطرفين. طيب، إن كانت الخلافات بين شخص السيسي من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، فلماذا لا يتم استبدال الرجل إن كانت تلك رؤية المملكة برجل عسكري داخل القوات المسلحة؟ لماذا الحديث عن الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق؟ والله أعتقد أني طبعا أكيد في تفكير جدي في هذا الأمر باستبداله. طبعا يعني إحنا لو اتفقنا أن المملكة العربية السعودية تنوي أو تعتزم أنها تستبدل السيسي أو أنها تفضل التعامل مع شخص غير عبد الفتاح السيسي، لأن طبعا أكيد القرار كلية ليس في يد المملكة العربية السعودية، ولكن نقول يعني أنها تفضل التعامل مع شخص غير عبد الفتاح السيسي، فهي ستختار أكيد شخصية عسكرية تتوافق مع الوضع الحالي والدور اللي بتلعبه المملكة العربية السعودية وحجم المخاطر اللي بتتحدى المنطقة والمملكة العربية السعودية. فبالتالي بكل تأكيد هيكون خيارها أنها تتعامل مع شخصية عسكرية. إن لم يكن هناك شخصية عسكرية فسيكون طبعا بالتالي شخصية محسوبة قد تكون على النظام القديم. أما أن تختار مثلا عودة الرئيس مرسي أو عودة طرف من التيار الإسلامي وهكذا، أستبعد هذا الأمر تماما. طيب، اختيارها للفريق سامي عنان أعتقد أن في علاقات، دعني أوضح بس هذا الأمر. أعتقد أن المملكة العربية السعودية والفريق سامي عنان يعني هناك علاقات بينهما سابقة أيام ما كان هو رئيس الأركان، وبعد ذلك في بعد 25 يناير، وأيضا هو الرجل يعني قد يكون في فترة معينة كان ضمانة بالنسبة للسعودية في عدم يعني تصدير الثورة 25 يناير لدول خليجية. طيب، سأعود إليك سيد عبد الحميد قطب، أرجو أن تبقى معي. نعم، سأعود إليك مرة أخرى. انضم إلي عبر الهاتف الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية. أهلا بك معنا دكتور. دكتور أنور عشقي، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك. نعم، هل وصلت الخلافات بين نظام عبد الفتاح السيسي من جهة والمملكة العربية السعودية لدرجة ما نشر في تقارير صحفية من أن المملكة تسعى أو تواصلت بالفعل مع الفريق سامي عنان من أجل تقديمه كمرشح لرئاسة الجمهورية في 2018؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. هذه الأخبار التي يعني ظهرت في هذه الفترة وخاصة فيما يتعلق بالعنان وغيره واستبدال السيسي وغيره، أعتقد أن المملكة العربية السعودية لا تدخل في هذه الأمور ولا في هذه الشؤون. صحيح المملكة العربية السعودية تتدخل أحيانا في الولايات المتحدة الأمريكية بدعم بعض الرؤساء في أثناء الانتخابات، لأن أمريكا تختلف وضعها عن غيرها، لأن أمريكا عبارة عن سوق كبير يربح فيه من يجيب قواعد اللعبة. أما في مصر فلا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تتدخل، لكن المملكة العربية السعودية ترى بأنه السيسي في هذه الفترة يكون هو الأنسب بالنسبة لمصر، لأن السيسي طبعا يقود هذه المرحلة بعد الاضطرابات التي حدثت في مصر والخسائر التي نجمت عن الثورة الشعبية في مصر، وهذه كلها تعطلت وحدث تصدع في الاقتصاد والمجتمع وغيره. يحاول عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يقود هذه المركبة في هذه المرحلة، والمملكة العربية السعودية لا تألو جهدا في دعمه بالقدر الذي تستطيع. فلهذا طيب دكتور، يعني أنت لا ترى أن هناك ثمة خلاف الآن بين عبد الفتاح السيسي ونظامه وبين المملكة العربية السعودية؟
لا شك بأن هناك في اختلافات، وهذه الاختلافات حتى بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حتى الاختلافات بين بعض الدول، هذه كلها تسوى، دائما الاختلافات تسوى بعملية الحوار الشخصي، وأما الخلافات فهذه هي التي تكون في النفوس، لأن هناك فرق بين الخلاف والاختلاف. ولكن لم تصل حدة الاختلافات بين المملكة العربية السعودية ومصر إلى درجة التصدع أو القطيعة، لأن العلاقة الأساسية هي بين المملكة العربية السعودية ومصر، وليست بين المملكة العربية السعودية والرؤساء. بدليل طيب تحدثت أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولكن لا يخفى على أحد أن المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد الله قد دعمت عبد الفتاح السيسي ونظامه بشكل كبير بعد إسقاط نظام الإخوان المسلمين، دعمته ماليا ولوجستيا وسياسيا وكل هذه الأمور، ورأى الكثير من المراقبين أن هذا كان تدخل من المملكة العربية السعودية من أجل حماية مصالحها. هناك فرق بين الدعم والتدخل. المملكة العربية السعودية أيضا دعمت الرئيس مرسي حينما كان هو المسؤول في مصر، ودعمته المملكة العربية السعودية اقتصاديا وفي مواقف عدة، ولكن حينما بدأت مصر تدخل في نفق الحرب الأهلية، ووجدت المملكة أن دعم السيسي في هذه الفترة يكون هو أنجى لمصر من الأزمات التي سوف التي قد تحدث في مصر، والمملكة دعمتها ماليا، والدعم غير التدخل. التدخل حينما نتدخل في خصوصياتهم السياسية، أما الدعم فهذا يكون بمساعدتهم على تحقيق طيب الاستقرار. ابقى معي، ابقى معي دكتور أنور، سأعود إليك مرة أخرى. سيد عبد الحميد، بالتأكيد استمعت إلى ما قاله السيد أنور عشقي، والحديث هنا أن المملكة العربية السعودية لازالت ترى أن عبد الفتاح السيسي هو رجل هذه المرحلة، ويعني الرجل أعطى استقرارا بشكل ما بعد اضطراب الأوضاع في مصر. ما تعليق؟ بداية تحياتي للدكتور أنور، يعني تحياتي ليه، هو صديق عزيز يعني، كنا المفترض نلتقي قريبا يعني، لكن ما أعرف ظروفه وصلت لفين يعني. طبعا أنا أختلف كلية مع ما يقوله الدكتور أنور. طبعا هو يعبر عن فلسفة المملكة العربية السعودية في عدم إظهار العداء لأي طرف، خاصة لما يكون الطرف كان حليف استراتيجي سابقا، لكن كل الوقائع وكل المؤشرات تقول أن هناك خلاف استراتيجي بين المملكة العربية السعودية وشخصية عبد الفتاح السيسي. وإن كانت المملكة العربية السعودية تبحث عن بديل فهذا أمر متوقع، وهذا أمر قد يكون مقبول. هناك تحفظ على هذه لكن الجزئية، لكن فرص إن هي السيد عبد تفرض الحميد. بديل أو نعم، هناك تحفظ على هذه الجزئية تحديدا فيما قاله السيد أنور عشقي، وفيما يقول الكثير أيضا من المراقبين في المملكة العربية السعودية. نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، وتحديدا النظام المصري لا شأن لنا بمن يأتي على رأس هذه المنظومة. أنا قلت في البداية في السؤال الأول إن المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تفرض شخص على سدة الرئاسة، ولكن هي تفضل من، يعني تفضل تقبل من، يعني إذا وجد شخص ما أو هو شخص مقبول لديها فهي تدعمه يعني، لكنها تستطيع أن تفرض شخص على سدة الرئاسة، أعتقد إن هي يعني هذا الأمر صعب، وأعتقد وقد يكون تساهم بجزء في تصعيد شخص ما إلى سدة الرئاسة، لكن بشكل كلي أعتقد أن الأمر يعني غير صحيح، وده أنا قلته في بداية التاع. أما أن هي في خلاف مع عبد الفتاح السيسي، فأي مراقب حاليا عارف تماما أن هناك خلاف بين عبد الفتاح السيسي والمملكة العربية السعودية، مش في ملف واحد بس، ولكن في أكثر من ملف، يمكن 5 ملفات يعني، الملف اليمني، الملف السوري، الملف العراقي استجد حاليا، كذلك وقوف مصر مع المملكة العربية السعودية ضد القوانين الدولية مثل قانون جستة وهكذا، وكذلك توجه مصر حاليا بقيادة عبد الفتاح السيسي بحيث ان هناك اصبحت مصر منصة لمهاجمة المملكة العربية السعودية، والدليل على هذا الامر موضوع مؤتمر جروزني العقد في أرض الدولة الروسية،
وكان شن هجوم على مذهب المملكة العربية السعودية، وقد يكون هو بداية لنوع تكوين جناح مضاد للمملكة العربية السعودية. فالمؤشرات كثيرة على اختلاف جذر ما بين المملكة العربية السعودية وشخصية عبد الفتاح السيسي. قد تكون المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة بالذات تفضل أن يستمر عبد الفتاح السيسي لنهاية فترة رئاسية ويستبدل بشخص آخر. قد تكون يعني هذه وجهة نظرها يعني، وطبعا هي دائما الدول عندما تفكر في التعامل مع دول أخرى لا تفكر برأي نحن الشخصي يعني، يعني إحنا كأشخاص يعني أنا شخصيا إذا سألتني لا أود بعد الساعة أن يكون عبد الفتاح السيسي في منصبي. طيب. لكن الدول تفكر بطريقة نعم. أخرى، وهو استمرار ديمومة الدولة. نعم، أعود إليك سيد أنور عشقي مرة أخرى. كل هذه الشواهد من المواقف المتناقضة والمضادة لمصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة أعلن عنها النظام المصري في عدة شواهد ذكرها السيد عبد الحميد قطب ولا تخفى على أحد. هذه المواقف المعاكسة لمصالح المملكة، ألا ترى أنها تعطي تفسيرا مقبولا لنشر مثل هذه التقارير أن المملكة العربية السعودية ترى أن عبد الفتاح السيسي الآن أصبح عائقا لمصالحها في المنطقة وبالتالي هي تبحث عن بديل؟ الحقيقة أن الاختلافات التي حدثت والأمور التي ظهرت في مصر لا ترقى إلى درجة أن المملكة العربية السعودية يعني تفك الارتباط مع مصر، ولا بل أن تصل أيضا إلى يعني أن تكون المملكة العربية السعودية يعني تتخلى عن مصر. فالمملكة العربية السعودية لن تتخلى عن مصر مهما كان القائد أو المسؤول أو الجهة التي تحكم مصر، ولكن حتى مصر لديها يعني تحفظات على بعض ما تصرف به المملكة العربية السعودية. مثلا مصر لا تحبذ أن المملكة العربية السعودية تنسج علاقات حميمة جيدة جدا مع تركيا ومع بعض الإخوان في اليمن ولا الإخوان في سوريا وغير ذلك. هذه الأمور لها سياستها المملكة ومصر لها سياستها، فنحن نعذرهم في كثير من المواقف التي يقومون بها، ولكن عليهم أن يعذرونا أيضا في مواقفنا التي نحن تخصنا في سياستنا في طبعا الخارجية. لهذا يعني هنا نحن أمام علاقة عين العلاقة، علاقة استراتيجية هذه متماسكة، علاقة طبعا تكتيكية بمعنى سياسية أو غيرها هذه يكون فيها الاختلاف. العلاقة الاستراتيجية واحدة من أيام الملك عبد الله، هو أن الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي اتفقا على أن الأهم شيء هو الهدف الاستراتيجي الأعلى الأمن القومي العربي. فالأمن القومي العربي هو الكفيل بحل هذه المشاكل التي المشاكل العالقة في الأمة العربية. طيب دكتور، يعني طالما ذكرت في مداخلات سابقة معنا في هذا البرنامج وأيضا في مداخلتك اليوم أن المملكة العربية السعودية لا تدعم أشخاص وإنما هي تدعم الشعب المصري أو المنظومة المصرية، والآن تقول أيضا أن المملكة لن تتخلى عن مصر، لكن أنا سؤالي لم يكن عن مصر بأي حال من الأحوال، أنا سألتك عن تخلي المملكة عن عبد الفتاح السيسي كشخص وسياساته بحكومته وبيانات وزارة الخارجية وما شابه. هذه المواقف يراها الكثير من المراقبون أنها تضر بمصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة. المملكة العربية السعودية تتخذ موقفا مغايرا أو موقفا مخالفا مع السيسي في حالة واحدة أهمها، هي إذا اختلفنا في موضوع الأمن القومي العربي. إذا أرادت مصر أن تعبث بالأمن القومي العربي في المملكة العربية السعودية تخالف السيسي وتقف ضده، ولكن طالما أنهم يحافظون على الأمن القومي العربي فلهذا حينما صوتوا لروسيا هذا كان يعني نوع من العتب من المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أو لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هذا فعلا قد يؤثر على الأمن القومي العربي. يعني طبعا نظام السيسي أخذها بحساسية كبيرة، وأنه هذا لا نركع ولا غير، هذه العملية ما هي ركوع، وإن هذه العملية هي تضر بالأمن القومي العربي. فإذا لابد أن تتوحد المواقف العربية
في هدف تحت هدف واحد هو الهدف حماية الأمن القومي العربي. طيب أعود لك السيد عبد الحميد قطب مرة أخرى، برأيك على مدار 3 أعوام ونصف الماضية، هل كان يعني سياسة عبد الفتاح السيسي الخارجية ونظامه هي دعم الأمن القومي العربي أم لا؟ يعني هو الأمن القومي العربي طبعا، لا طبعا يعني بالعكس، هو ساهم بشكل رئيسي في زعزعة الأمن القومي العربي، والمثال واضح، هو الآن يدعم جماعة الحوثي في اليمن، يدعم حكومة العبادي الطائفية بن قوسين في العراق، يدعم النظام السوري الذي يقتل الشعب السوري في سوريا، والذي أدخل إيران المهدد الرئيسي بوجهة نظر المملكة العربية السعودية للأمن القومي العربي، كل هؤلاء يدعمهم عبد الفتاح السيسي، فبالتالي هو لم يكن أبدا داعما للأمن القومي العربي ولا محافظا على الأمن القومي العربي، بل بالعكس كان مزعزعا باستراتيجياته وسياساته للأمن القومي العربي. يعني أنا أقول للدكتور أنور، يعني دعك من التحفظ على توجهات المملكة ضد عبد الفتاح السيسي، فنحن نعلم تماما أن علاقة المملكة العربية السعودية بمصر علاقة استراتيجية، وإذا قلنا علاقة المملكة العربية السعودية بمصر فهي علاقة ما بين مؤسسات الدولة وليس بشخص عبد الفتاح السيسي، فعبد الفتاح السيسي أعتقد بكل المقاييس دوليا وإقليميا أصبح يعني من الماضي، يعني هو عبد الفتاح السيسي وهو الآن يعيش بالتنفس الصناعي سواء شعبيا أو إقليميا أو دوليا، والكل يعلم هذا الأمر يعني، فبالتالي إن يكون في رهان على عبد الفتاح السيسي فأعتقد أنه يكون رهان خاسر، وأنا أعلم تماما أن المملكة العربية السعودية لا تراهن على عبد الفتاح السيسي ولكن تراهن على الدولة المصرية يعني، وهذا أمر يعني قد يكون في قرارات نفسها قد يكون صحيح يعني، لكن اللي أنا حابب أقوله أني سواء المملكة العربية السعودية أو الدول الإقليمية في المنطقة تحاول أن تفرض رئيس أو أنها تقبل بعبد الفتاح أو غيره، أعتقد أن الشارع المصري في هذه المرحلة بالذات قد تجاوز كل هذه التسويات وكل هذه الأمور، وأن الشارع المصري بغليانه الحالي أعتقد أنه سيتجاوز كل هذه التوصيات وكل هذه التربطات وكل هذه التسويات، وهيفرض الشارع المصري الشخص اللي هو يفضله، الشخص اللي هو عاوزه الشارع المصري بعيدا عن كل الارتباطات والتسويات الأخرى التي تفرضها سواء المملكة أو تفرضها إسرائيل من الناحية الأخرى أو تفرضها أي دولة أخرى أو الولايات المتحدة وهكذا يعني. طيب أعود إليك يا دكتور أنور، ذكرت أن المملكة العربية السعودية يعني تدخلت أو دعمت عبد الفتاح السيسي عندما كانت الأمور على وشك الانفجار وحدوث اقتتال أو حرب أهلية أو ما شابه، لعلك تتابع ما يحدث أيضا من حالة غليان كبيرة في الشارع المصري الآن ودعوات لثورة غلابة وكل هذه الأمور، هل لازالت المملكة ترى أن الرجل لازال محافظا على استقرار ووحدة وأمان الشعب المصري أم أن الرجل في طريقه للفشل وأن رهان المملكة عليه قد ثبت أنه رهان خاسر؟ أنا الحقيقة أتفق مع أخي العزيز في كثير مما قاله، ولكن أؤكد على نقطة واحدة، أن المملكة العربية السعودية لا تتعامل مع الشعب مع الشارع المصري، وإنما تتعامل مع الشعب المصري. إذا كان الشعب المصري في يوم من الأيام وجد في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس هو الرجل الذي يحقق آمال الشعب المصري، فإن المملكة العربية السعودية تقف مع الشعب المصري. لكن الشارع المصري هذا طبعا دائما هذه نوع من التحرك يعني نوع من التعبير عن الغضب أو تعبير هذا ولكنه جزئي، لكن عملية الشعب المصري هو الذي تتعامل مع المملكة العربية السعودية. طيب يعني أنت قلت أنك متفق مع معظم ما جاء في حديث ضيفي عبر أقمار الصناعية السيد عبد الحميد قطب ما عدا هذه النقطة، هو قال ضمن ما قاله أنك متحفظ كثيرا في التعبير عن توجهات المملكة الحقيقية، فهل أنت متفق معه في هذا الأمر أيضا؟ الحقيقة لست متحفظا، ولكني أضعها في طبق جميل، لكن ليس تحفظا،
لا أكتم الحقيقة ولا أدلس، ولكن أقدمها في قالب جميل بدلا من أن أقدمها في صحن أو في إناء غير جميل يعني. نعم، أعود إليك سيد عبد الحميد قطب مرة أخرى. إذا الرهان هنا على الشارع المصري، طيب الحكومة المصرية أو نظام السيسي سيقمع أي رأي مغاير له سواء في 11 نوفمبر أو في غير 11 نوفمبر، والترمومتر الذي تحدث عنه الدكتور أنور الذي تتحرك من خلاله المملكة العربية السعودية هو أن يغضب الشعب المصري تجاه عبد الفتاح السيسي. يعني طبعا واضح عيانا بيانا أن يعني لهجة الدكتور أنا أحييه طبعا يعني وأقدر يعني موقفه. طبعا يعني الشارع المصري هو الذي سيفرض يعني رأيه على الساحة، على كل الدول، على كل الدول العظمى، على كل الدول الإقليمية. ونحن الآن حاليا نشعر بأن وتيرة الغليان تزداد في تصاعد، وهو نفسه عبد الفتاح السيسي عبر عن هذا الأمر في أكثر من مرة، وإعلامه أزروعه الإعلامية عبرت عن هذا الأمر وهددت الشارع المصري بعدم النزول سواء في 11 أو غير 11 يعني. فبالتالي أصبحت كل الدول الإقليمية والدول العظمى التي تتابع الشارع المصري تراقب الشارع المصري، لأنه هو الشارع المصري هو اللي يقرر مصيره بإيده، سواء يجيب يستمر عبد الفتاح السيسي أو يأتي شخص من المؤسسة العسكرية أو يأتي شخص مدني أو يعود مرة أخرى إلى 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 منصبه الرئيس محمد مرسي، اللي طبعا الشعب المصري حاليا أصبح حاليا يعقد مقارنة ما بينه وما بين عبد الفتاح السيسي، وأصبح بالنسبة للشارع المصري إن شتان ما بين محمد مرسي اللي وفر ليهم بإمكانيات قليلة جدا جدا جدا، يعني لم يكن معه أي مؤسسات من مؤسسات الدولة عكس عبد الفتاح السيسي، ومع ذلك وفر لهم الاستقرار، وفر لهم السلع الغذائية، وفر لهم سعر الاحتياطي في البنك المركزي، وفر لهم سعر الدولار اللي تجاوز حاليا 16 جنيه. فبالتالي الشارع المصري بيعقد مقارنة بين عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس مرسي. أعتقد أن قطاع كبير حاليا من الشعب المصري ابتدى يعني ينحاز إلى الرئيس مرسي وإلى عودة مرسي. ولكن أيضا بعيدا عن أن احنا نعقد مقارنات، أعتقد أن الشعب المصري حاليا هو اللي بإيده القرار، ليس بيد المملكة العربية السعودية وليس بيد إسرائيل، وإن كانت إسرائيل شخصيا هي الوحيدة التي تصر على بقاء عبد الفتاح السيسي. شكرك. وأن القرار المصري حاليا في يد تل أبيب وليس في يد أي دولة أخرى. نعم. في المنطقة. لا بيد شكرا جزيلا ضيفي عبر أقمار الصناعية عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي المصري، كما أشكرك ضيفي عبر الهاتف من الرياض الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية.